أمام حشد من رؤساء بعض الدول والوزراء وممثلي المجتمع الدولي، ألقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي كلمة المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم المتحدة بجنيف، مشيدا بالعلاقة الاستراتيجية بين المملكة والمجتمع الدولي. إن الشراكة وتحمل المسؤولية بين مختلف الجهات على مستوى الوطني ووضوح الرؤى والأهداف والتعاون والتوثيق بين أطراف الإنتاج أمر رئيس لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وأماناً للجميع، كما أن التعاون الدولي وتحسين العلاقة بين اللاعبين الرئيسيين في الساحة الدولية من دول ومنظمات حكومية وغير حكومية يوفر المعرفة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة. ونأمل أن تكون هذه المنصة وغيرها من المنصات والمنتديات ومن بينها مجموعة العشرين خير مثال على أهمية التعاون المثمر متعدد الأطراف، وسنعمل على ضمان ذلك من خلال رئاسة المملكة لأعمال مجموعة العشرين العام القادم. أكد معالي الوزير مبدأ الشراكة والاتساق والتكامل بين المملكة وشركائها ضمن رؤية المملكة 2030 من أجل تحفيز الاقتصاد على إيجاد وظائف مستدامة ولائقة، مشيرا إلى مشاريع ضخمة توفر فرصا وظيفية لمواطني المملكة والبلدان الصديقة، ومن بين تلك المشاريع مدينة المستقبل نيوم. عملت المملكة على مبدأ الشراكة والاتساق والتكامل بين الجهات ضمن رؤية المملكة 2030 من أجل تحفيز الاقتصاد على إيجاد وظائف مستدامة ولائقة، ليس فقط في القطاعات التقليدية بل في قطاعات واعدة وناشئة. ونعمل الآن للمستقبل على مشاريع ضخمة توفر فرصاً وظيفية ضخمة لمواطني بلدنا والبلدان الصديقة، ومن ذلك مشروع مدينة المستقبل نيوم، والذي يمتد على مسافة 460 كيلومتر على شواطئ البحر. وللقطاع الخاص دور رئيسي في عمل المستقبل والاستدامة والشمولية، وقد أطلقت الوزارة مؤخراً 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص، ونأمل أن تساهم في سهولة وقابلية التوظيف والتدريب. المملكة العربية السعودية أكدت من خلال مؤتمر العمل الدولي على جاهزيتها لبناء مستقبل مشرق في مجال العمل من خلال شركة عمل المستقبل التي أنشأتها المملكة لتساهم بشكل رئيسي في استشراق وظائف المستقبل وتعزيز وتحسين ثقافة العمل وفقاً لمعايير المعاهدات الدولية. مبدأ الشراكة والاتساق والتعاون بين المجتمع الدولي والمملكة العربية السعودية جعل من المملكة العربية السعودية شريكا استراتيجيا لمنظمات الأمم المتحدة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، منظمة العمل الدولية، جنيف.